هاو 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 اش اجي نحيدو من الشارع اجي نمشيو لهيه نحيدو من الشارع هذا راه طالب كيقرا معايا السيد هذا من خير الطلبه في هذه الكليه مرحبا علاش وليدي ما كاين حتى شي علاش وليدي ما عندك حتى السلام عليكم تبارك الله وصل عندي على الشيوه الشيوه واش من الشيوه ها انت غتمشي دابا حيت هي ما نقدروش ندويو على خاطرنا فهمتي شوف غتهضر على القرار اللي ما عجبكمش قرار انتقائي تبارك الله سلام خاصو ما يمكنش يصرخ خليك معنا واحد دقيقة صافي نبداو سعيد السلام عليكم متتبعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في بث مباشر من امام كلية بنسيك ومعنا بطبيعة الحال هذا الأستاذ الغزال أحد الطلبة هو طالب وأستاذ واللي جا اليوم بحالو بحال الزملاء ديالو باش يحتجوا على القرار الوزاري اللي اعتبروه قرار انتقائي خليكم معنا نعرفوا هاد الطلبة علاش جاو كيحتجوا اشناهما المطالب ديالهم السلام عليكم السلام عليكم شخبارك أولدي بخير الحمد لله قول لي يا ولدي شكون اشنو كدير انت شنو كتقرا شنو كتقري انا طالب في سلك الاجازه السنه الثالثه في شعبه الفلسفه وكنت طالب من السيد الوزير انا وتتقري في نفس الوقت كنقري في نفس الوقت باش انني نعيش حيت ما عنديش المدخول ديالي باش انني نعيش كنحاول نزيد سواء صحاب بكالوريا باش انني نوفر الظروف ديالي حيت عندي اعاقه والشو جاي كنقرا ما عندكش اعاقه انت ما عندكش اعاقه اعاقه ليست في الفكر بل اعاقه كتكون في القرارات السيئه انت ما عندكش اعاقه انت مداوي الاحتياجات الخاصه وكنشوفك انك تبارك الله وصل عند بحسن مش حن واحد عطيه ربي كامل الصحه نعم وجميع العلماء ولا الفلاسفه ولا المؤرخين كانت عندهم اعاقه والحمد لله خرجوا نظريات خرجوا مجموعه من الاشياء احنا ما كنطالبوا والو احنا كنفتخروا بك نعم وكنطالب من سيد الوزير انا ما كنتحداش انا غير انه يحيد الشروط القاسيه والمشحفه حنا كنتحداو حتى واحد حنا كنوصلوا صوتنا كنوصلوا صوتنا لان النضال الحق مشروع كما كنقولوا ان السيد الوزير ما يعطيش حق الناس العلوم التربيه فقط حنا نمشيو نضيعوا على فكره كتخرج من خيرة الاساتذه راه ناخذوا نموذج عبد الله العلوي راه يضرب به المشهد يضرب به المشهد شنو القرارات اللي خرجها الوزير وما عجبتكمش انتم كطلبه القرارات الاقتناء الاولي حيت كاين اللي كتمشي مثلا بنسيك راه معروف فيها الاباطره ديال الاساتذه لما كنتيش كين وكتكافح راه ما غاديش تجيب النقطة ولكن كتشوف جامعات اخرى كتلقى جايب 17 18 لا يمكن ماشي يعني ديك الانتقائية ما عجبتكمش حد ذاتها ما عجبتناش السن السن ديال 30 سنة انا باقي صغير الحمد لله ولكن كندافع على هذوك الناس غاديين ياكلوا غاديين يوكلوا ولادهم يعني انت كتشوف ان الانسان قادر يعطي حتى لاي سن شوف ان الدراسة لا تحدد بالسن لا يمكن انني احدد قراءة بالسن راه كاين آية قرآنية اطلب العلم من المهدي الى اللحد لا يمكن وكنشكر الاساسي ديالي اللي قراوني في هاد لافاك الجميلة اللي قراوني كنشكرهم بزاف لانهم عاونوني بزاف
عاونوني وخاتي اعطاو معمر شي ما تبقاش تقول عندي اعاقه لا اعاقه ما كايناش اعاقه الاعاقه راه شحال من واحد عنده اعاقه وهو كيمشي على رجليه وعلى رجليه الاعاقه راه كتكون بعض المرات هنا نعم ما كاينش عندك انت اعاقه انت تبارك الله حنا تنفتخروا بك ولدي ونعم الطالب نعم المواطن نشوفوا اجي بنتي نشوفوا الجنس اللطيف شنو ممكن يقول لينا السلام عليكم السلام عليكم كيدايره بنتي لاباس عليك الحمد لله بخير فاش كتقراي بنتي غتمشي سيره ولدي الله يسهل كنقرا عندي السنه الاولى في كليه الاداب شعبه الدراسات العربيه اليوم انا باسمي وباسم جميع الطلبه اللي كاينين في المغرب كامل اننا ما راضيينش على هذا القرار اللي بين عشيه وضحاها قال لك خاصك تقبل في التعليم حتى تكون عندك فوق 12 يعني في الباك وفي لافاك وخاصك تكون ما تجاوز 30 سنه يعني ما كتشوفيش ان هذه المعدلات مثلا اللي اختيرت مزيان الانسان يكون عنده في هذه المعدل باش يقرر الوليدات مزيانين ولكن كاينين مثلا بلايص اخرين كيحطوا النيفو ديال الامتحان سهل هنا النيفو ديال الامتحان صعيب يعني ما يمكنش راه يعني بحال بغيتي تقولي لي مول 10 هنا راه تقدري تلقاي واحد 17 ومول 10 مثلا احسن منه ياك ولا نقله ولا شي حاجه انا ما كان زعما ما كنتصورش على عباد الله انهم نعم هكا ولكن انا كنظن احسن حاجه يحيدوا لينا الانتقاء ان الانسان كيمشي حتى الامتحان كيقول لك انا عند الامتحان يعز المرء ام يهان يعني يدوز الانسان يعني الكفاءه ديال الانسان في الامتحان ديالو هي اللي غادي تورينا اللي كتبان يعني اللي يخدم وعنده الدماغ ديالو عامر راه غيحط داكشي في الامتحان ديالو وفضلوا علينا مثلا علوم التربيه علاش حنا احسن علاش هما احسن منا علوم التربيه حتى هما مزيانين حتى هما لا فرق بين علوم التربيه الاجهزه الاساسيه ماشي حنا اقل منهم ولا هما اكثر منا ولا حتى هما اقل منا كل واحد عنده تبارك الله داكشي ديالو ولكن حنا عندنا حنا كنقراو حنا كنقراو مثلا انا شعبه الدراسات العربيه حتى انا غنكون متمكنه من الدراسات العربيه وغنقري الاستاذه ديال العربيه غنقري الاعراب مزيان غنقري العروض مزيان يعني ماشي بالضروره واحد عنده علوم تربيه يكون احسن مني ماشي ضروري دابا انت باغي تقولي ان شاء الله ديري التعليم من بعد حيت من الافاق اللي كاينه في المغرب واللي كاينه ديال لافاك هي التعليم حيت ما يمكنش خاصك الا كان شي باغي شي حاجه خاص يكون عندك فلوس باش تقراها وحنا ماشي كلشي عنده امكانيات باش يقرا بفلوس حنا انا كنضرب 20 كيلومتر في النهار وكنتخطف في الطوبيسات منين كتجي بنتي؟ من مديونه وخارجه مديونه انا برافو عليك كنسكن في الباديه في الباديه وكنجي كنشد من البلاصه ديالي حتى المديونه كنشد المركوب وبعد مرات ما كنلقاهش وكنضطر انني نجي في الشتا وفي البرد باش نجي نقرا هنايا تفضلي معنا بنتي وكن نجي الطوبيسات والكريساج كتعرف الطوبيسات ديال المغرب فيهم كريساج وكنجي وكنت انتي بنت انا بنت وكتعرضي للتحرش تعرضي بزاف ديال الحوايج وفي الاخير كيقول لك حقه 10 ما تدوزش 30 عام راه كاين اللي مسكين عنده الدكتوره وعنده المونسيو دابا اش يدير بها يحرقها عنده 31 عام يحرق دوك الدكتوره ويحرق هذاك الشيء حيت عنده 30 عام ما يمكنش يدوز هذاك يقدر يقري مزيان علاش ما يقريش بطبيعه الحال انا كنظن بلي 10 ولا 14 ولا هذا ماشي هي المعيار ماشي هي المعيار كنظن بلي خاصهم يحيدوا لينا هذا الانشقاء والامتحان هو اللي تيعز هو اللي تي اذا انتم اليوم خرجتوا من اجل الانتقاء ومن اجل تحديد السن نعم. هادشي علاش خرجتوا سلمى بنتي قربي حدايا ماما اش اخبارك الحمد لله اجي نحيدوا هنا فاش كتقراي يا بنتي انا طالبه في كليه الاداب والعلوم الانسانيه الدار البيضاء شعبه الدراسات العربيه اليوم كناش من سنه بنتي السنه الثانيه تبارك الله عليك الله يبارك فيك اليوم شنو علاش جيتوا اليوم اليوم وقفنا كاملين في يد وحده يد في يد وقفنا كنحتجوا سلميا على القرار اللي خرجت به الحكومه اللي حنا كنعتبروا هذا القرار هذا اقصاء حقنا كطلبه ديال الجامعات وحاملين الاجازات الاساسيه تقصينا يعني انتم كتشوفوا هذا قرار مجحف حقكم مجحف حقنا نعم القرارات بجوج الانتقائيه الانتقاء والقرار ديال تحديد السن نعم. اذا شنو الرساله ديالكم اليوم ولمن بغيتوا توجهوها اليوم كنوجهوا الشعار ديالنا للحكومه كنقولوا لهم عيدوا النظر في هذا القرار لانه اقصاء واضطهاد في حقنا تبارك الله عليك يا بنتي انت كتكوني غير في الدار البيضاء
انا كنسكن في الدار البيضاء بالضبط في اقليم مديونه. يعني بحالك بحال الزميله نعم. ديالك حتى انت كتجي بنفس كنجيو مع 8 ديال الصباح كتحملي هذه المشقه والديك باغيين يشوفوا فيك بزاف ديال الحوايج. انا الام ديالي البارح اقسم بالله الا شافت الفيديوهات ديال البارح ديال الاحتجاج والله تبكات، قالت لي انا املي كامل كان فيكم واليوم حيدوا لينا حتى داك بصيص ديال الامل اللي كان قدامنا، بصيص صغير ديال الامل اننا ندوزو على الاقل غير ندوزو لهذيك المباراه ديال بعدا غير ندوزو للكتابي والشفوي، هما حتى هذيك دوزي الكتابي والشفوي حيدوها لينا. يعني حتى تنعرفوا ان الكليات كيجيو لهم ولاد الشعب، هذه بدون منازع ان الكليات كيجيو لهم ولاد الشعب اللي والديهم تيأملوا فيهم وباغيين يقريوهم وباغيين يوصلوهم. واش بغيتي تقولي لي ان هذه القرارات حبطاتكم وحبطات والديكم؟ حبطاتنا بزاف، ما خلاتش لينا حتى واحد الامل اننا علاش نجيو، حنا دابا ولينا كنقولوا علاش كنقراو، الا كنا كنجيو هنا غير باش نتقفوا في ديورنا نقراو الكتب في الدار، نقراو كتب في الدار، علاش غادي نجيو لافاك وغادي ناخذ واحد الاجازه اللي في الاخر غيقولوا لينا هاد الاجازه تبخروا بها، بين قوسين تبخروا بها. بعد المفهوم. واخا بنتي قربي حتى انت غادي نسولك اشنو الرساله اللي بغات توصلها اليوم فحالك فحال الزميله ديالك، شنو قالت لك انت يا ماماك؟ عجبهم هذا الشيء والديك؟ طبيعه الحال انا كنظن بلي حتى شي واحد في المغرب اللي من اسره بسيطه متوسطه للامل ديالها في وليداتها يرجعوا ليها داك الشيء اللي تعذبوا عليهم في الصغر راه ما غيعجبهمش هذا الشيء. تعذبوا عليهم بهذا المعنى هذا، تعذبوا عليهم. مسكين راه باه ما فحالوش الكبير في اللاج، كاين اللي كاين اللي مضربت عليها الميناج باش ديك البنيته حتى هي تجي تقرا في لافاك وتولي حتى هي. كلنا كنعيشوا هذا الشيء. طبيعه الحال والدينا ما بغاوش هذا الشيء وما عاجبهمش هذا الشيء، وكنتمنى ان هذا القرار ما يبقاش ويحيدوا علينا حيت هذا الشيء راه غي كل شيء غادي يضيع الشباب غادي يضيع. دركم هذا القرار مرة اخرى تعلمتوا تعلمنا وعصبنا وزعما ما واخا قطعنا الدراسه. هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك، يعني هذا القرار هذا ممكن انه يخليكم تخلاو على الدراسه ديالكم؟ الا ما كانتش عندنا رغبه قويه باش نوصلوا غادي نرجعوا له. انت اصلا ما عرفتش شنو مخبي لك الوقت، يعني ما تقدرش. الا كنت شي غادي عندك الشيء واش غادي تعرف واش غادي تجلس في الدار؟ من الاحسن تجلس في الدار من دابا. والله ما تجلس في الدار اصلا، خلاو لينا قرار واحد هو الزواج ولا الانحراف. لا هو الزواج غيكون قد قريتي عرفتش نشرحوا لك. الزواج ما غيكونش دابا بلاتي، هو الزواج كاين كاين. ولا الراجل هو باغي المراه القويه، ما باغيش المراه جالسه في الدار، يعني حتى هو راه غيبغي العوين، حتى هو غيبغي يعني ظروف الحياه. ظروف الحياه باش تلقاي واحد الانسان اللي غتمشي معاه مزيان في الحياه، يعني هذا حتى هو عامل انك ما تزوجش وما ديرش واحد المستقبل لوليداتك وما ديرش واحد حاجه، حيت راه كلشي باغي مراه قويه. الله يسهل عليكم بنتي في القرايه وفي الخدمه وفي الزواج وفي اي حاجه كتمناو وتفرحوا والديكم ان شاء الله يا رب. متتبعي قناه شوف تي في، حنا الان كنتواجدوا امام الكليه ديال اجي معنا ولدي، اجي ولدي معنا ناخذ الكلمه ديال شفنا هذه الكلمه ديال الشاب اللي تكلمنا معاه المره الاولى اللي كانت واحد الكلمه مؤثره وتيقول لي انا عندي اعاقه. انا تنقول له ما عندوش اعاقه ومداوي احتياجات خاصه، شاب جميل. شفنا هاد جوج الفتيات تبارك الله عليهم، الله يفرح والديهم بهم. ومعنا دابا هاد الولد هذا. سلام ولدي. سلام. لاباس عليك؟ لاباس. واخا ولدي فاش كتقرا هاد السنه؟ كنقرا في السنه الثالثه في سلك الفلسفه. تبارك الله عليك ولدي، يعني هاد العام ان شاء الله التخرج وشي مونسيون اللي نفرحوا بك باذن الله. واخا ولدي اشنو بان لك في هاد القرارات الوزاريه لا من الناس اللي كيقولوا انتقاء ولا بالنسبه لتحديد السن؟ هاد القرارات مجحف في حق الطلبه، اولا بالنسبه اللي القرار بخصوص السن فهو عامل السن ماشي عامل انه كيتقاس به المرء بالكفاءه ديالو، بالعكس بالنسبه للاستاذ فهو قد ما زاد في الخبره ديالو في التجارب ديالو قد ما كتزاد القابليه ديالو لايصال الفكره للتلاميذ باحسن كيفيه. نعم. وبالنسبه يعني بغيتي تقول لنا كل ما كبر الواحد كيختر تيتعلم وكيحاول انه ينضج ويتعامل مع التلاميذ بواحد النضج بواحد الكفاءه وكيعطي اكثر، ياك ولدي هادشي اللي بغيتي تقصد نتايا. وبالنسبه للقرار الثاني بالنسبه للانتقاء فهو قرار صراحه مظلم وظالم، لانه اولا ما كيعطيش تكافؤ الفرص. راه مظلم حتى هي مزيانه تقدر تمشي. ما كيعطيش تكافؤ الفرص ما بين الطلبه وما بين اصحاب المدارس العليا، فهما اصلا هما زادوهم امتياز على امتياز، هما اصلا كيحضروا بعده امتيازات من بينهم انهم ما كيدوزوش الانتقاء
الامتياز الثاني انهم هما اللي عندهم النسبه الاكبر في التوظيف، وبالنسبه انهم كيقراو الديزاكتيك 3 سنين هما كيقراو فيه، يعني هما عندهم افضليه اصلا ديجا علينا، هما دابا زادوهم افضليه على افضليه، في حين اننا حنا كياخذوا نسبه قليله منا، وزائد حنا النسبه ديالنا اقل في التوظيف من النسبه ديالهم. ما يعني زادو كملوا عليكم بهذا الفهم بغيتي تقول لي؟ صراحه اذا شنو هو الرساله ديالك اللي بغيتي توصل اليوم؟ بغينا نوصلوا ان خاصهم على الاقل على الاقل اللي بغاو يزيدوا بالسلك ديال التعليم للامام، راه ماشي بالانتقاء الاولي وماشي بالسن، خصوصا كنركز على عامل السن، وزائد الانتقاء خصوصا على مستوى البكالوريا. احنا خاصنا نشوفوا القدام ماشي نشوفوا اللور، كنرجعوا بنادم اللور، شنو دابا اللي ما جايبش النقطه في الباك شنو خاصو يدير؟ خاصو يمشي يرجع عاوتاني يدوز الباك ولا شنو خاصو يدير؟ ما يمكنش غادي يرجع 3 سنين اللور. عاد باش ممكن نتقبلوا ان الانتقاء يكون على مستوى الاجازه، والانتقاء يكون بالاجازه وشي بشي معدل اللي معقول على الاقل ما بين 12 الى اخره باش تكون واحد النسبه معينه، ولكن باش تقول البكالوريا بالنسبه بحال حطمتي المستقبل ديال الشباب كامل. يعني واحد بغيتي تقول لي واحد شد باكالوريا مثلا بواحد المعدل ديال 10 ولا ديال 11 وضرب واحد 3 سنين من ورا الباك اللي عنده ان شاء الله الاجازه هاد السنه، عاد يجيو يقولوا له حق هذاك الباك اللي قريتي في هذه 3 سنين راه ما لايق حتى شي حاجه. ولدي اذا كنتمنوا ان الرساله ديالكم توصل طبيعه الحال، وحنا بطبيعه الحال كنتمنوا ان الرساله ديال الشباب وديال الشابات انها توصل. حنا بغينا وليداتنا كلهم يقراو، بغينا وليداتنا كلهم يخدموا، بغينا يكون عندنا تعليم في المستوى، وخصوصا التعليم ديال العمومي، راه حنا تنشوفوا الكوارث اللي ولات كتبقى في التعليم العمومي. بغينا نرتقيو لا بالصحه لا بالتعليم، راه تنشوفوا وليداتنا تيضيعوا، تنشوفوا ازمه قيم، ازمه اخلاق، ازمه تعليم، ازمه صحه. كنتمنوا هاد الوليدات هما اللي يهزوا المشعل ان شاء الله، وهاد الشابات هما يهزوا لنا المشعل، ونشوفهم ان شاء الله في افضل الجامعات. بغينا وليداتنا يقراوا ويخدموا. بطبيعه الحال قرارات الوزاريه قرارات تحترم، ولكن خصها تتماشى بطبيعه الحال مع اللي كيطلبوا العصر. ما بغيناش عاوتاني يكونوا عندنا ناس ما لاقينش خدمه، ناس عندهم ازمات ماديه، بنيتها تتقرا حتى هي عندها طموح، باغا تقرا باغا تخدم باغا تزوج ولد، حتى هو باغي يكون اسره، والعديد من الامور. تنتمنوا ان الامور تمشي في المسار الصحيح. نختم معكم هذا المباشر المتتبع قناه شوف تيفي، ونقول لكم الى اللقاء في مباشر اخر.